تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وشوطنا هنا الخامس والعشرين شوط الختام ما تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط والخاص بتحديات هنا ايضا وانطلاقات الابكار هنا، اذا الحجايج هنا اخر اشواطنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نتابع الصدارة والمقدمة هنا الشاهينية محمد بن سلطان بن محمد الشامسي، أن تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة، بينما من الجانب الآخر عناية مانع بن سلطان بالصليدي الدرعي من تأتينا بانطلاقتها. القدوم هنا والتسلل من قبل العاصمة سهيل بالدليلة، هنا ايضا المصقوح العامري تاتي بهذا الانطلاق المميز، الوصول من قبل الكايدة سالم بن مسلم الحمرور العامري، وهنا الانطلاق من حيا القادمة بهذه الانطلاقة حمد بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري، ومن الجانب الآخر شبة هنا خالد بن حميد بن حارب المهيري من يقدم لنا شبة بهذه الانطلاقة. ود هنا القادمة سعيد بن علي بن عامر الزرعي أيضا يقدم لنا هذا الانطلاق والمميز الجميل، الوصول من غارة سالم بن دهيمي بن غفان الأخيلي من يقدمها بهذا الانطلاق المميز الجميل الجميل. هناك الوصول من شهب سويدان بن سعيد بن حذيرم اللي اجتبي قادمة هنا، وعاشرا تأتينا الريم ناصر بن خليفة بن سلطان بن درويش المنصوري. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، ولكن التغيير هناك من قرار ما يبنى الهطاري هنا قلبت موازين هذا الشوط رأس على عقب وانتزعت الصدارة والمقدمة هنا بانطلاقتها. قرار معضد بن محمد بن هلال المزروعي هنا من تأتينا على صدارة على المقدمة والمركز الأول، المركز الثاني المركز الثاني هنا العاصمة على المركز الثاني سهيل بالدليلة بصقوح العامري وشبة خالد بن حميد بن حارب المهيري على المركز الثالث، والمركز الرابع تأتي غارة سالم الدهيمي بن غفان الخيلي، ومن الجانب الآخر هناك شقاوة مفر بن محمد بن العذيلي العامري بأول ندى لشقاوة بهذه الانطلاقة والتحديات. عناية مانع بن سلطان بصريدي هنا على المركز الخامس، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط قرار على الصدارة، قرار على المقدمة على المركز الأول، مسيطرة على زمام الأمور. قرار هنا معضد بن محمد بن هلال المزروعي من يقدمها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بلوكون شقاوة 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 تنطلق بهذه الانطلاقة الجميلة هنا، شقاوة شقاوة مع هنا مظفر بن محمد بن العذيلي العامري هنا من تنطلق بهذه الانطلاقة الجميلة. سلوم مدينة العين سلام هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. هنا نتابع المركز الأول تهانينا وناموس المركز الثاني، هنا قرار معبد محمد بن هلال المزروعي، وتأتينا هناك حيا أو هناك سالم الدهيمي مع غارة من حلت على المركز هنا أيضا الثالث، والمركز الرابع الوصول من عناية مانع بن سلطان بصريدي الدرعي، والمركز الخامس هناك أيضا شبه خالد بن حميد بن حارب المهيري. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول وانطلاقة وتحديات هنا أيضا هذا الانطلاق الجميل من أيضا شقاوة من حلت بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. هنا أيضا مع بالعظيلي من أتت بهذا الانطلاق وأتت بالأداء المميز الجميل وتحدياتها أيضا ووصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل هنا أيضا وانطلاقة شقاوة بتحدياتها المتميزة الجميلة هنا، تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا لبن العظيلي. ولحظة الوصول إلى خط النهاية
هنا توقيت زمني 4 دقائق، هنا أيضا التوقيت الزمني ولحظة الوصول 28 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموسي على هذا الانطلاق المميز الجميل لمفر بن محمد بن العضيلي العامري، بينما حاملة رقم 5 هي صاحبة المركز الثاني بهذا الانطلاق والتحدي الجميل ولحظة الوصول. هنا أيضا حاملة الرقم 5 هي صاحبة المركز الثاني، بينما حاملة رقم 21 خارج التغطية. هنا أيضا هنا مخرجنا عطنا صاحبة المركز الثاني ولحظة الوصول، هذه برا التغطية. هنا نتابع المركز الثاني ولحظة الوصول من قبل قرار معبد بن محمد بن هلال المزروعي من حلت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث كانت انطلاقتي وتحدياتي. هناك غارة سالم بالدهيمي بن غفان، هنا أيضا نخيلي. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع، وإلى ملخص سباقي أيضا هذا الصباح والزميل عبد الله القليب.